الإعلامية يارا اسماعيل، نورتينا اليوم بيفتح شركة بهار. شكرا كثير لك عبد الهادي، وانا عن جد انبسطت انه انت اليوم موجود، لانه انا كثير بحب شغلك ومبسوطه بكل الناس اللي كانت موجوده اليوم. تعاونت اليوم مع شركة بهار واكيد مطلع على الاعمال اللي بيقدموها، خبريني اكثر عن رايك بشركة بهار وعن باسل رضوان. صراحة ممكن قبل تقديم حفل اليوم كنت أقول إنه شركة حلوة، شركة ناجحة، شغلهم حلو، بس بعد ما تعاملت معهم هالكم يوم وشفتهم على أرض الواقع وقدي تعبوا لحتى يطلع الإيفنت بهذا الشكل، فعن جد يعني شركة رائدة ويعطيهم ألف عافية. باسل رضوان أنا شهادتي فيه مجروحة، أنا هو صديق وأخ من 2016 بسوريا، فبتمنى لهم التوفيق وما شاء الله عليهم، وناطرين جلسات التصوير بدي أتصور مع باسل هلأ قريباً. شكراً لك، شكراً.